يا جوجو تعالي بسرعة. عروسك جه اهو. فين؟ ومعاه تشريف عامله زي بتاعت الوزراء. عريسك اهو. ما اسموش عريسك لسه بدري، في كشف هيئه وكشف طبي، مش يمكن يطلع عنده التصاق في الفخدين؟ ليه بس كده يا ماما من اولها؟ اولها ايه واخرها ايه؟ لحقتي تتعلقي بيه؟ لسه بدري قوي. ايه ده شكله ابن ناهز، ده معاه حرس كتير قوي. ايه حكايه مامته دي؟ وريني ايه ده؟ هي جايه تخطب ولا جايه تحرر رهائن؟ يلا 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 ولا يهمنا، تعالوا تعالوا. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتونا. اتفضلوا 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 يا اهلا وسهلا. اثبت مكانك، اثبت يا سياده العميده، يا سياده العميده على الشفط. مش انتوا، مش انتوا. اذا كانت هي جايبالنا حرس وبودي جاردات فاحنا الحكومه ربنا يقدرنا ونفركش الجوازة دي. بالتوفيق يا نور. اتفضلوا. ميرسي. نورتونا. ميرسي. ازي حضرتك يا تمام؟ اهلا. العروسه شرف يا ماما. بسم الله ما شاء الله، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اخوات شرف، عداله وامانه. اكيد اخوات شرف هيبقوا ايه؟ لازم عداله وامانه. ميرسي يا طنط منورانا. اتفضل. ماشي. ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سياده العميد مراته ومتها. اهلا وسهلا. اهلا اهلا سعاد دياب. العميده نور عز الدين. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ازيك يا دكتور؟ ازيك سياده العميد. نظرتي معايا؟ انا ما شفتش حضرتك قبل كده مدام سعاد. مدام سعاد ما شفتكيش قبل كده. جايز نكون اتقابلنا في محل من محلاتي. حقيقي احنا بنشتري كل الاجهزه بتاعتنا من عندكم. بس احنا دي انا ما شفتكيش في اي حته خالص، ما تقابلناش. طب والله دي حاجه كويسه، يمكن نطلع معرفه. ازيك عاملين؟ الو. اي حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. العريس لسه واصل دلوقتي زي القمر. يا رب بس ماما توافق عليه. ازاي بقى؟ لا طبعا ليها فايده كبيره قوي لينا. بص يا سيدي، اولا شرف دي اختي الكبيره، وماما كانت مزمزقه قوي ان هي تجوز اخواتها الصغيرين قبلها. ثانيا بقى لو العريس ده قدر يقنع ماما ان هي تتنزل عن بعض شروطها انا هقف قلبي جامد. ايوه طبعا. الحقيقه مدام نور يعني طلبات حضرتك غريبه شويه، قصدي يعني مش متعارف عليها في اتفاقيات الجواز. لا ازاي متعارف عليها، دي عاديه جدا. عندك عم الحكم دار شرط على جوز بنته يعمل له خطاب ضمان بمليون جنيه. ليه؟ كان واخدها تقسيط؟ لا كاش كاش. وعمتي شامله تهام ما وافقتش على خطيب بنتها غير لما عملت له محضر بعدم التعرض. عدم التعرض؟ ما عملتوش محضر استلام؟ لا لا، انا لو قعدت حكيت لك هنقعد لبكره. انا دايما بحب اكون صريحه من البدايه. طبعا الصراحه حاجه كويسه جدا وميرسي قوي عليها،
هو بس الحقيقة في بندين في الاتفاقية دول اللي أنا وقفت عندهم. البند الأول إن مكان الإقامة وبعد الجواز، يعني متهيألي دي هتبقى حاجة راجعة لهم هم، لو وافقوا إن هم يقعدوا في الشقة اللي عند حضرتك هنا فوق دي حاجة كويسة خالص، لو حبوا يعيشوا عندي في الفيلا هينوروني ويشرفوني، لو اختاروا مكان تالت لا هنا ولا هنا هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه. مكان تالت؟ لا 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 لا، المواضيع دي مش عندنا خالص يا مدام سعاد. أنا بنتي لازم تعيش جنبي وده مفهوش فصال. مش عارفة أشرحها لحضرتك إزاي. هي مدام نور بعد الجواز هم حيبقوا أحرار، بنتك هتبقى تبع جوزها حرة في تصرفاتها، ممكن يوافقوا إنهم يقعدوا فعلا في الشقة اللي عندك فوق وبعدين يمشوا، وساعتها أنت مش هيبقى لك حكم على بنتك لأن جوزها حكمه هو اللي هيمشي. لا لا لا، حكم إيه وبتاع إيه؟ الاتفاقات والشروط هتتوثق في الشهر العقاري، وبعدين انا ضامنه بنتي ما بتحبش تعيش غير جنب امها. متهيألك. لا حضرتك اللي متهيألك، انا سامعاكي على فكره سامعاكي. مدام نور احنا لسه مش بنتخانق، وبعدين ما حدش هيضربك على ايدك يعني. لا هو قبل ده في بند تاني في الاتفاقيه برضو انا وقفت عنده، والذي ينص على وصل الامانه اللي حضرتك عايزه ابني يكتبه لك. بس امانه ايه يا مدام نور وبكام؟ يعني هو لو حب يسيب بنتك في اي لحظه لانه مش مرتاح او مش مبسوط وطلب مني اي مبلغ مهما كان طبعا هديهوله، بس حضرتك عارفه ان مفيش اي فلوس في الدنيا تساوي خراب البيوت. لا قدر الله خراب البيوت. لا لا، بعد الشر بعد الشر. الحقيقه يا مدام سعاد انت حكيمه وذوق قوي قوي قوي، احرجتيني بذوقك، احرجتيني احرجتيني. بس انا عمري ما بتنازل عن اي شرط من شروطي، لكن احتمال وصل الامانه نلغيه، نعمل ايه؟ نعمل توكيل بالاداره ليا؟ ايه مش عارفة أعمل. لا خلاص خلاص خلاص، أنا عايزة أثبت لك إن أنا شارية الدكتور ومقدرة أخلاقه قوي. طيب الحمد لله. على كل حال تعالي نعتبر إن النهاردة ده كده تعارف، وأنا بجد اتشرفت بمعرفتك. شكرا. وإن شاء الله يعني يا ريت لو تقبلوا دعوتنا إن أنتوا تشرفونا يوم الجمعة عندنا في الفيلا عشان نتغدى مع بعض ونتعرف على بعض اكتر. لا الجمعة رايحة لقرافة. تعيشي وتفتكري. طب السبت اخباره ايه؟ السبت رايحة التوكيل، عربيتي بايظة شوية ظبطها. ربنا يخلي لك العربية. طب الحد؟ الحد بروح السجن. لكن ممكن نبدله نروح السبت بعربيتك؟ السبت. على بركة الله. اتفضل يا محمود. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا روح طنط. ناكل؟ انا ماليش ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا ماما. كل يا ابني كل. لا مش موافقه ومش عجباني الجوازه من اساسه. ليه بس كده يا امي؟ ما في الاخر كل حاجه مشيت كويس والست كانت ذوق معانا. بص يا حبيبي، انت دكتور على عيني وعلى راسي ومعاك شهاده قد الدنيا كلها، بس معلش بقى في خبرة الناس والحياة أنا أدرى منك. الست دي هتعمل لك مشاكل وهتقوي مراتك عليك، وممكن تطلقها منك من غير أي سبب في أي وقت. وبعدين افرض يا سيدي إن إحنا فعلاً وافقنا إنك تروح تعيش عندهم في العمارة زي ما هي عايزة، أي مشكلة عادية تحصل بينك وبين مراتك هتبص تلاقيها نطة فوق دماغك ومش سايبك في حالك. وإنت عارفني بقى، اللي يجي ناحيتك ولا يمس شعرة منك أكله بسناني، مش هرحمها. أموت فيك أنت يا شرس. لا يا اخويا شرس التريق جد، انا ما عنديش غيرك. بس برضو مش هغصبك على حاجه، وعايزك تفكر تاني، عقلك في راسك تعرف خلاصك. على العموم يا ماما هما جايين ان شاء الله يوم الجمعه، وانا واثق ان انت هتغير رايك. بعدين بقى Thank you.
هموت واعرف البوليس وصل لي ازاي. انتي مش بتقولي ان كان في مرسال ما بينك وما بين الواد زكي اخوكي؟ اه. خلاص هتلاقيه كان واد خايب والبوليس قطروا لحد ما عرف مكانك. ما هو مفيش غير كده. بس ما حدش يعرف الخون اللي انا كنت مستخبيه فيه غير. ويا بنت يا سناء تكون انت اللي وزيتي عليا. اهدى نظري ان كنت نطقت عليكي بحرف. اخس عليكي يا تفيده بعد العشره دي كلها تظني فيا الظن ده. بس ما حدش يعرف موضوع ابو المطامير غيرك يا حبيبتي. ايوه بس انت ما قلتليش قرايبك اللي في ابو المطامير دول اساميهم ايه ولا ساكنين فين بالظبط. عندك حق. شفتي بقى انك ظلماني؟ اخ بس الست اللي اسمها نور دي وديني وما اعبد ما انا سايبها في حالها. ده انا محضره لها ترتيب هخلي سجونك يا مصر تحكي وتتحكى عليه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.